بالمجد أنت الجامعة لك تنقض الأمان طائعة صرح علم وبناء شامخ اقتدار ملت اسم كعش ورق وضع عبد الهادي ورقة في أسفل الكرسي ولصقناها زي ما نشوف الورقة جافة تماما الورقة جافة تماما وبعدين هنضع الورقة هنا يلا يا إذا ابتلت الورقة إذا الهواء لا يعتبر حيز من الفراغ لا يشمل حيز من الفراغ نشوف نغمر الكأس بالماء حتى حافته الآن ماذا حدث الورقة؟ هل ابتلت الورقة؟ هذا ما سنكتشفه. الآن عبد الهادي هيقوم بسحب الكأس. شكل رأسه. يلا. شكل رأسه. ممتاز. يلا. شوي شوي. الله عليك. ها. شوف يا أستاذ أسامة الورقة ابتلت بالماء. الورقة ابتلت بالماء يا أبطال. هل ابتلت الورقة بالماء؟ ماذا سيمتلك عبد الهادي؟ الهواء يشمل حيز من الفراغ. والهواء منع دخول الماء إلى الكأس. نشكر الابن عبد الهادي ونشكر جماعة الأم وإلى اللقاء بإذن الله في تجارب طلاب كثيرين يجونا عايزين نسوي تجارب يا أستاذ.